السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم واسعد الله اوقاتكم بكل ما هو جميل. اش اخباركم؟ لاباس عليكم. كنحييكم من داخل المغرب، المملكه المغربيه، عاصمه الانوار، الرباط، وبالضبط على ضفتي ابي رقراق. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. خوتي اليوم غادي نشوفوا اشغال متواصله، اشغال الطريق الجديد، وما ادراك ما هذه الطريق. غادي نوضعكم في الخريطه بالضبط. حنا حاليا كنتواجدوا امام مرجان، ها هو امامكم مرجان، الجوده في الربح والاتمان، الشعار المعروف. كذلك امامنا هنا على الجهه الشماليه كاين المسرح الكبير ان شاء الله، اللي ان شاء الله غنديروا عليه واحد الروبورتاج جميل جدا جميل جدا، وغادي يعجبكم باذن الله. كذلك على الجهه الغربيه كيتواجد ضريح الأب الروحي الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني رحمهم الله وطيب مثواهما. إذا نحن كنتواجدوا، وهذه العقبة ديال لوسكو هي أمامكم. إذا نزيدوا الأمام ونشوفوا الطريق الجديدة اللي دارت طريق، وغنسميوها طريق مرجان لانها محاديه لمرجان، الانطلاقه من طريق ديال حسان في اتجاه البرج، زين نسميها برج محمد السادس. اذا الاشغال اخواني اخواتي باديه من هاد النقطه بالضبط، من هاد النيفو هذا اول شيء ابداو فيه، وغنديروا لكم كالعاده شعار البساطه والاتقان والمصداقيه في الصوره بدون تأنق وبكل بساطة، باش كل شرائح المجتمع المغربي إن شاء الله كلها غتفهم بواحد الشكل بسيط جدا. إخواني هنا الطريق اللي كاينة هاي جاية، وطريق ما شاء الله رغادة حتى 20 متر أو 30 متر، لأنها غادي تكون في اتجاهين، ولا قلنا في اتجاهين، كل اتجاه ما شاء الله تقدر دير فيه الرالي، اللهم بارك. وهادشي اللي كيفرح، طرقات كبيرة ان شاء الله. بداو قلعوا هاد لي قدرون وهاد الاحجار وهاد السيما وهادشي كلشي من هنا، بداو كيكرطوه كينجروه، وهادشي كلشي كينجروه ان شاء الله غادي يقادوه. وغادي نمشيو ان شاء الله ضربه بضربه باش كلشي ان شاء الله يفهم. وهادشي اخواني اخواتي باش نفهموا، راه كلشي هادشي داخل في اطار تهيئه ضفتي ابي رقرق، وحنا غنزيدو لقدام وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو هو اللي جاهز وشنو هو اللي ما جاهز وشنو غيدار مستقبلا باذن الله. هنا البردولات ها هما اخواني، راه تقلعوا من هاد لافاس، هادي ها هما من هاد الجهه، قلعوهم حيدوهم، وكنشرحوا بواحد الشرح مبسط اللي باش كلشي يقول في الاخير الله يرحم الوالدين. هذا هو الهدف اللي عندنا، باش كلشي ان شاء الله يكون على اطلاع ما يقع في المملكة المغربية من مشاريع وانجازات ومنجزات. نزيدوا شويه لقدام، ها هما هنا دابا، هنا هاد البلاصة وهاد البلاصة وهاديك البلاصة، راه كاين ثلاثة ديال البلايص، غنفهمكم أكثر أشنو حاصل. الطريق اللي جاية خاصها تجي على هاد النيفو هذا، ها هو، يا سيرو ضربة، هنا كاينة هضبة، هنا هادي شوية عالية، صافي هنا، إلا زدنا لقدام النيفو كيهبط. وقد ما زدنا هبطنا 10 سنتيم 20 سنتيم نص مترو، ولا زدنا العمق فين كاينه الكومباكتور راه كاين تما مترو فوند. اذا شنو داروا؟ جابوا هاد اللي شفنا وهاد الاحجار الدقيقه وهاد المسائل كلها وطلقوها وكومباكتاوها مزيان، باش شوف باش كتجيب واحد النيفو اللي غيجي على هاد النيفو هذا، هذا يجي مايت. شتي ها هي غادا خط واحد، صافي دارت على هذا النيفو، هذا حتى هو راه غادي يعمر، راه ما غيبقاش حتى هو غيعمر، ولكن علاش خلاوه هنا؟ خلاوه باش الناس فين يدوز المرجان تقدا، لان راه ما يمكنش غادي نسدو على مرجان ونخليهم بلاش. داروا هذا الباساج تدخل تقدا وترجع بحالتك. نزيدوا لقدام. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام، كنحييكم بزاف بزاف، وكنشكركم على التعليقات ديالكم الطيبه والنيره، تعليقات جميله رائعه اللي كتاكد شيء، حبكم لبلادكم ولوطنكم، وهذا الحب هذا ديال البلاد، هذا الحب راه نعمه من عند الله وما كيهبهاش لاي واحد. شي الانسان اللي تيحب ارضه وبلاده وولاده والمجتمع ديالو
بالرغم من الاكراهات راه حتى حنا وصلنا لنا العظم، ولكن راه نعمه كينعمها على الله سبحانه وتعالى لما كتحب ارضك وبلادك. لاحظوا معايا النوع ديال الاحجار، هذا النوع ديال الاحجار راه طبيعيه، هي اللي كنا كنخرجوا من باطن الارض، هي هذه راه هي مهرسه مطقوقه ما شاء الله. للتذكير باش نذكركم وكل واحد نعطيه حقه، فريق العلاوي فريق المكلف بالتهيئه ديال هذا الطريق، وهذا الطريق هذه اكيد داز قبل منها دراسات مسبقه، ودازوا منها قبل منها مجموعه من المقاولات، نخافوا نضيعوا شي واحد وما نذكروش الاسم ديالو، لان مجموعه ديال المقاولات لا من ديال المياه ولا ديال التطهير ولا ديال الحفر، التطراف لانسيانسيو ريضال انجيو، يعني مجموعه كبيره ديال المقاولات اللي مروا ودازوا من هذا المكان قبل ما نديروا التهيئه ديال هذا الطريق. نزيدوا الاشغال ونشوفوا القدام كومباكت، ها هي حاليا كتسنى غير تفرش ليها الارض ومن بعد كتكومباكتي الارض، ومن بعد ان شاء الله ملي غتكومباكت الارض غندوزوا المرحله ديال التزفيت. وهذا الشيء كلشي ان شاء الله، هذا الشيء كلشي ان شاء الله باذن الله، كل مشاريع اقتصاديه وترفيهيه و يعني رياضيه، ودخل في مجموعه اللي كتهم المواطن والحياه العامه للمواطن المغربي ان شاء الله، وكتدخل في اطار العيش الكريم باذن الله، وكتنمي الفكر والثقافه والعقليه ان شاء الله، والمغرب في تقدم مستمر بحول الله. اذا اخواني نوصلوا الطريق، طريق حسان مدار برج محمد السادس، ونزيدوا شويه القدام ونكتشفوا الجديد. اودي عدي، اودي عدي، الله يعاونك، الله يعاونك عدي. هذا السيد هذا عدي هو اللي كان كيحفر داك العمق ديال القادوس اللي كان في نفق حسان، عقلتو علو اللي كان العمق ديالو ما يزيد على 12 متر كلها كان كيحفرها هذا السيد هذا واللي كان مكلف بها عدي، وما ادراك ما عدي، وعدا مع داك العمق اللي كانوا داروا فيه داك القادوس ديال 1.20 متر ما شاء الله، وما طولوش في اللي كنا كنقولوا غيطولوا لنا خرج لهم الصخور. اذا نزيدوا القدام في نفق حسن، هذا كان في نفق حسن، نزيدوا القدام ونشوفوا تتمه ديال الاشغال. هذا القدرون اللي تقلع، ها هو هادو عرفتوهم، هادو عائم او لا لي سيبور الاساسات ديال الاعمده الكهربائيه. هنا غيكون البوطو هنا في هاد البلاصه، هنا يكونوا هنا البوطوات، هما هنا راه واحد لي راه المهم مشات على هاد الخط، والنيفو اللي قلت لكم ها هو وصل هنا، هنا راه النيفو طالع، وفي البدايه ديال اللي كنت شرحت لكم كان النيفو شويه طالع ولكن في الوسط هبط. اذا هذا هو السبب باش نقول لكم علاش كيديروا هاد التفنه، وتم تسويه الطريق باش جابوها. غادي نهبط نشرح لكم كثار، لان ما شاء الله غادي نلقى في التعليقات علاش كيديروا هاد الرمله وهاد التفنه، غنشرح لكم اكثر. ها انتم لاحظوا الطوموبيله كي غتطلع، انت هنا راه هابطه غرق، ها هي طلعت هنا. اذا باش غادي نجيبوها نيفو واحد، شنو هو نيفو واحد؟ غنجيبوها خط واحد بحال هاك هاك، نجي خط واحد بحال هنا راه هابطه خاصها تطلع، ها هو هاد الخدمه هي طلع، ها هي هنا فين طالعه، لاحظوا ها هي هنا بدات تطلع، وها هي هنا طلعت، شتي بحال الخدمه ديال المدار ديال الطريق ديال عنق الجمع ديال اللي من مور البرج، داك النيفو اللي دارو ديال تقريبا ديال 2 متر، كاين البلايص اللي طلعوا حتى 3 متر، ومن بعد عاد قادوها. ها شتي النيفو، انا غنوريكم النيفو باش تفهموا اكثر، شتي شتي شحال طالع ها الفرق، هذا هو الفرق الحقيقي اللي غادي يكون ان شاء الله. ها هو هنا راه كاينه 80 سنتيم، هنا في هذه البلاصه راه 80 سنتيم،
يلا سيدنا فهمنا، نزيدو لقدام. هنا مرجان، هنا كيدخلو السلعة ديالهم والمواد، المواد الغذائية المعدات ديالهم. دابا هذا التيران كامل، لاحظوا معايا التيران كامل. هنا كاين مشاريع مستقبلية، كاين المشاريع اللي على الوراق راها جاهزة، غادي تحط منشآت فنية اقتصادية ترفيهية تجارية، وكاين اللي في الدراسة حاليا، وإن شاء الله غادي نخبركم مفاجآت قوية توصلت بها، لأنه كاين شي حوايج كيفرحوا أقل ما يقال عنها. غادي إن شاء الله توفر واحد اليد عاملة مهمة جدا. إذا هذا برج زين سمية، وهنا فين غيوقفوا النيفو راه حدو هنا، هانت شتي، هذه فيها جوج وهنا فيها جوج، فيها جوج ديال الطرقان، وحده من ليه ها، وحده من ليه وحده من هنا. المنتصف ديال الطريق ها هو، شوفوا غير المنتصف ديال الطريق، طريق هو راه طريق، هنا لالي، هنا لالي، وهنا الروتور. دابا راه شرح واضح، وضحنا لكم اكثر يعني باش ما نلقاش شي اسئله، كيفاش علاش شنو. ها الطريق ديال حسان جايه من هنا، تم التهيئ ديالها. المدار سلا او عفوا برج محمد السادس. اذا متابعينا الكرام، هكذا في هذا الروبورتاج كنهيو حصه هذه الساعه، واشكركم على المتابعه. ما تنساوش ديروا لنا لايك، ما تنساوش ديروا لنا جيم. اخوكم سي محمد يحييكم، الى اللقاء.